بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. بنصور طبعا من ارض الخيار. طبعا احنا مش هنتكلم على الخيار بس، بنتكلم النهارده عن مصدرين من مصادر عنصر مهم جدا والفرق بينهم. العنصر ده هو الفوسفور، والمصدرين هما السوبر فوسفات الأحادي والسوبر فوسفات الثلاثي. السوبر فوسفات الأحادي ساعات بيسموه سينجل سوبر فوسفات أو السوبر فوسفات الأحادي أو الأورسو الكالسيوم أورسو فوسفات، أيا كان المسمى مش هتفرق معنا في التير. والسوبر فوسفات ممكن يقولوا عليه السوبر فوسفات الثلاثي، وممكن عليه يقولوا عليه السوبر التريبل، وممكن ناس بتسميه عندنا في الفلاحين في مصر السوبر فوسفات المكرر. طيب لاحظ كلمة سوبر فوسفات أحادي ولاحظ كلمة سوبر فوسفات ثلاثي. سوبر فوسفات الأحادي في 15% وقد تكون 12% B2O5 اللي هو خامس أكسيد الفوسفور. نسبة الفوسفور الخامس أكسيد الفوسفور في السوبر الأحادي B2O5 15% أو في 12% على حسب الشركة اللي هي منتجة. تمام. طب السوبر فوسفات الثلاثي، خد بالك الأحادي 15، يبقى الثلاثي كام؟ تقريبا في حدود 45. تمام. يبقى الثلاثي نسبة B2O5 فيه أو الخامس أكسيد الفوسفور في الثلاثي هتكون كام؟ هتكون من 44 ل 53 على حاف المية B2O5 على حسب النقاوة. ده أول فرق بينهم. الفرق الثاني يا جماعة، الفرق الثاني عشان أقوله لك يبقى لازم أفهمك حاجة واحدة بس، وعشان أنت مزارع ناصح ومهندس محترم وشاطر وعايز محدش يضحك عليك، لأن العالم بتاع ممكن واحد يقرأ لك حتى لو أنت مسافر برا، ممكن الرجل اللي أنت شغال عنده يقرأ كلمتين ويجي يقول لك هو الفرق بين السوبر الفوسفات الثلاثي هو مش هيقول، بس فرضا يعني، أو واحد زميلك أو واحد مدير أو واحد من جماعة الاستشاريين اللي بيبقوا رابطين البنطلون في نص ما عرفتش ايه الاندروير باين من ورا ولابس البتاعه بتاعته ديت، وجاي يقول لك هو الفرق بين لا، لازم تكون ناصح ولازم تكون محترم ولازم تحترم في مكانك. انت راجل مهندس، يعني راجل مهندس دارس. تمام. فعيب عليك انك ما تكونش فاهم. عشان تفهم بقى الفرق التاني يبقى لازم اروح واقول لك هو الفوسفور اساسا او السوبر فوسفات ده اساسا اتصنع ازاي. الجماعه الكيميائيين خدوا المعدات بتاعتهم وراحوا ياخدوا عينات من جبال ابو طرطور ولا من جبال بتاعه المنيا ولا من اسيوط اللي بيجيبوا منها الروك فوسفات او الصخر الفوسفات نفسه. تمام. الروك فوسفات، جابوا الصخر الفوسفات نفسه وابتدوا يطحنوه، وابتدوا طبعا بعد ما عملوا العينات عليه ومن المحجر هناك من المحاجر هناك لقوا نسبة الفوسفور كويسة، يبقى يعني تستاهل ان هم يخسروا فلوس ويطلعوه من المناجم والكلام ده كلته او الجبال وكسروه، تلاقوا النسبة كويسة وان في نسبة العناصر التقيلة مش كتيرة وان نسبة الشوائب كمان مش كتيرة. اتكلنا على الله ولقينا الجبل ده هو يصلح لان انا اخد منه الروك فوسفيت او الصخر الفوسفيت. باخد الروك فوسفيت بياخدوه وبدوه ابو زعبل. ابو زعبل ما بيعملش حاجة غير ان هو بيطحن الروك فوسفيت ده هو وبحط عليه حامض الكبريتيك. حامض الكبريتيك علشان يقدر يحرر له شوية وياخد له الشوائب اللي باقية منه، لو في شوائب بياكلها حامض الكبريتيك. وكمان حمض الكبريتيك خد بالك مع الكالسيوم، بقى الكالسيوم اللي جاي ده ما هو سوبر فوسفات الكالسيوم، يعني فيه فوسفات وفي كالسيوم. الكالسيوم مع الكبريت بفكرك بيه يا جميل، بفكرني بالجبس الزراعي اللي هو الرمز الكيميائي بتاعه CaCO4H2O، رمز الجبس الزراعي. طب انا لما بحط الكبريت اذا بحول الروك فوسفات ده هو لثلاث حاجات، في كالسيوم وفي كبريت وفي فوسفور. طب الفوسفور عرفناه 15%، لاحظ الكالسيوم مع الكبريت بيعملوا دويتو مع بعض وبكونوا لي ايه؟ بكونوا لي الجبس الزراعي اللي بيفيدنا في الاراضي القلويه علشان يطرد لي الصوديوم ويحل الكالسيوم محله، بالاضافه ان الكبريت اساسا حامضي فهينزل لي البي اتش بتاع الارض. دي اول حاجه. طيب السوبر فوسفات بقى الثلاثي بقى بيعملوا فيه ايه وليه النسبه دي زايده؟ لانه هو لما بياخد نفس الصخر، ما تفتيش، هو نفس الصخر بس بدل ما بيعالجه بحمض الكبريتيك بعالجه بحمض الفوسفوريك، وبالتالي بتزيد نسبه الفوسفور في السوبر فوسفات الثلاثي 3 أضعاف السوبر فوسفات الأحادي. السوبر فوسفات الثلاثي بيبقى مصدر للفوسفور والكالسيوم فقط،
أما السوبر الفوسفات الأحادي بيبقى مصدر للكبريت أو بيبقى عبارة عن فوسفور وجبس زراعي يعني كالسيوم مع كبريت، وبالتالي بيساعدني جدا في الأراضي القلوية. وأما السوبر فوسفات التريبل أو الثلاثي ده هو عنصر الفوسفات بس، بس النسبة عالية فيه بيساعد لي جدا جدا في الإضافات الأرضية، في إن هو نسبة عالية وبستخدمه مع المادة العضوية بيكون لي حاجة محترمة جدا 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 في إن النبات ما يحصلوش نقص لعنصر الفوسفور. تمام. من مميزات الأسمدة ديت، من مميزات السماد الأحادي ومن مميزات الأحادي إنه عالي، إن هو فيه كبريت وفيه فوسفور، يعني في جبس وفي فوسفور وينفع في الأراضي القلوية. من مميز بس من عيوبه إن هو ما بيدوبش في الأرض، ما بيدوبش قصدي في شبكات الري الحديثة، وبالتالي بيعمل مشاكل تسد للنقطات. إذن في الاستخدام بتاعه هو إضافات أرضية بس أيا كان نوع الإضافة ده هي. تمام. السوبر فوسفات الثلاثي من مميزاته، من عيبه برضو أنه هو ما بيدوبش، لابد يضاف أرضي، ولكن من مميزاته الجميلة جدا أن نسبة الفوسفور فيه عالية جدا جدا جدا، بتكون في حوالي من 44 زي ما قلنا إلى 53%. ده الفرق بين الاثنين. شكرا لحضراتكم، بتمنى لكم استفادة من الفيديو دهوت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.